في ذكرى اليوم الوطني السعودي، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وقال الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين التي يؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتين العربية والإسلامية. وتابع الرئيس السيسي كل عام وأنتم بخير وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بهدف الاستماع لرؤاهم بشأن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا بمحافظة جنوب سيناء مع عدد من المستثمرين بقطاعي طابة ونويبع. نفى المركز الإعلامي ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر 2023 حتى 31 من ديسمبر 2023. طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مشرعي الحزب الجمهوري بالالتزام باتفاق الميزانية وذلك للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 من سبتمبر الجاري. ونقلت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد عن بايدن قوله إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس وإدارته في مايو الماضي كان سيمول أولويات الأمن الداخلية والقومية الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. يفتتح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في 8 مساء اليوم الأحد رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولية بحضور 30,000 مشجع للمارد الأحمر.